الإدارية الجديدة لإعلان بدء فترة وولاية رئاسية جديدة بتمتد لمدة 6 سنوات بكرة بتاريخ 2 أبريل. والحقيقة أنه هيشارك في جلسة غدا أن الرئيس هيحلف اليمين أمام مجلس النواب بكل أعضائه، مجلس الشيوخ بكل أعضائه، وطبعا هيكون في مشاركة بقى لمختلف رجال الدولة، سواء رؤساء الأحزاب السياسية أو الشخصيات العامة، رجال الأعمال، أيضا الدكتور مصطفى مدبولي طبعا هيكون حاضر، رئيس الحكومة وجميع الوزراء أيضا هيكونوا حاضرين، بالإضافة لحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأيضا قداسة البابا تواضروس الثاني هيكون من الحاضرين لهذه المراسم. خلينا نقول أن دي بتعتبر المرة الثانية اللي بيحلف فيها الرئيس السيسي اليمين الدستوري، ولكن في المرة اللي فاتت ما كانش فيه وقتها مجلس نواب، كان لم يتشكل بعد، ففي هذا الوقت حلف اليمين الرئيس أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، طبعا زي ما قلنا عشان ما كانش فيه وقتها برلمان، لكن الطبيعي والمراسم في حالة وجود برلمان بيكون حلف الرئيس أمام مجلس النواب بالكامل. خلينا نشرح كده بعض من الترتيبات والبروتوكول اللي هيحصل في جلسة غدا. أولا الجلسة هتبدأ الفعاليات الخاصة بيها باستقبال رئيس مجلس النواب والوكيلين والأمين العام للمجلس، وهيستقبله طبعا الرئيس السيسي بمجرد وصوله إلى المقر في العاصمة. بعد كده الرئيس هينتظر في قاعة هي قاعة رئيس الجمهورية في المجلس لحين بعد كده ما يبدأ المجلس أنه يفتتح الجلسة الخاصة بأداء اليمين. بعد كده الخطوة اللي بتلي هذه الخطوات بيدخل الرئيس ويجلس على المنصة بجوار رئيس مجلس النواب، وبعد كده بيحلف الرئيس اليمين، والبروتوكول بيقول بعد كده ان الرئيس السيسي هيقوم بإلقاء خطاب للشعب المصري بعد حلف اليمين الدستوري. زي ما قلنا طبعا ده بيعلن بدء ولاية جديدة للرئيس لمدة 6 سنوات. احنا عارفين ان الانتخابات انتهت بقالها فترة، لكن رسميا ودستوريا والمواعيد بتقول ان من بكرة هيكون جلسة حلف اليمين. طبعا حدث مهم، طبعا شايفين مشاركة واسعة وحضور كبير، في تكهنات كبيرة جدا فيما بعد هذا الحلف. اولا هل الحكومة سيتم تغييرها ولا لا؟ وإذا كان سيتم تغييرها هل هيكون فقط مجرد تعديل في بعض الحقائب الوزارية أم تغيير كامل للحكومة، وأيضا انتهاء فترة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؟ طبعا دي ما زالت لسه أسئلة مطروحة، لسه ما فيش أي شيء محسوم حول قصة الحكومة، لكن أيضا هناك تكهنات حول وجود نائب للرئيس السيسي، وده منصب يمكن هنشوفه لأول مرة في فترة أو في ولاية الرئيس السيسي. في بعض الأقاويل أيضا أن من المتوقع يكون بكرة في إعلان لنائب للرئيس. كمان ماذا عن المحافظين؟ المفترض أن دستوريا بانتهاء الولاية الرئاسية بتنتهي أيضا فترة المحافظين، فإذا المفترض من غدا هتنتهي كل ولايات المحافظين اللي كانوا موجودين على مدار سنوات عديدة خلال الفترة اللي فاتت، فإحنا يعني عندنا بكل تأكيد تغييرات عديدة ستتبع حلف اليمين غدا، سواء على مستوى المحافظين ده المؤكد إن هم خلاص انتهت ولايتهم، ولكن التكهنات بقى حول فكرة الحكومة ومصير الدكتور مصطفى مدبولي ومختلف الحقائب الوزارية وأيضا قصة نائب الرئيس. طبعا هنتابع مع حضراتكم مجريات وفعاليات هذه المراسم اللي هتحصل بكرة، وبكل تأكيد هنقف على كل تفاصيلها في حلقة بكرة إن شاء الله.